ورحمة الله وبركاته. نحييكم مشاهدينا عبر قناة الإيمان، مستمعي إذاعة البشائر، وحلقة جديدة من برنامج فلسطين حرة تنطلق معكم. أحرار خلف القضبان يسطرون بصلابتهم فصلا من فصول الحرية، ويزرعون في قلب كل فلسطيني وعربي وغربي بذور الأمل بوجه بيادر الظلام الممتد. ووسط الصمود الفلسطيني المستمر لعقود، تبرز الحركة الأسيرة الفلسطينية كأحد أبرز رموز المقاومة والتحدي. فالحكايات التي تشهد عليها جدران الزنازين ليست مجرد فصول من الألم والحرمان، بل هي صفحات مشرقة من النضال والكرامة رسمت بدماء وأرواح آلاف الأسرى. هذه الحركة التي تجمع في طياتها تاريخا عريقا من المواجهة والإصرار تجسد وجوها عديدة للنضال، جبهات قانونية، حقوقية، سياسية، اجتماعية وثقافية. وبالرغم من قسوة الظروف، نجح الأسرى في تحويل السجون إلى ميادين للمعركة الفكرية والسياسية، مصرين على حماية هويتهم الوطنية وحقوقهم الإنسانية. الحركة الأسيرة ليست مجرد قضية تثار بين الحين والآخر، فبين قضبان الزنازين تحاك خيوط نضال فريد من نوعه، حيث السجون تتحول إلى مدارس للصمود تعلم الأجيال دروس الثبات والتمسك بالهوية. الحركة الأسيرة الفلسطينية تاريخية نضال وتعدد جبهات، عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فلسطين حرة. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الذي يرافقنا على امتداد الوقت المخصص لهذا اللقاء، المحامي والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح أبو عزة. السلام عليكم أستاذ صالح. السلام ورحمة الله، تحية لكم. يا هلا. للأسف يعني التعاطي بموضوع الأسر وغيره لم يقتصر فقط يمكن على 75 سنة اللي شهدتهم القضية الفلسطينية، وإنما حتى ما قبل ذلك من بداية يمكن محاولات الاستعمار لتأسيس لفكرة الدولة الصهيونية كان عندنا هذا الموضوع حاضر. بداية، كيف يمكن أن نعرف ماهية الحركة الأسيرة، كيف تطورت بالتزامن مع القضية الفلسطينية وللأسف ما حدث بالشعب الفلسطيني؟ أدي كانت يعني هي ملازمة تاريخيا لهذه القضية بتطورها أيضا. يعني أشرت في البداية إلى نقطة غاية في الأهمية، هي أن هذه الحركة لم تبدأ مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعرف أنه قد سبق ذلك الاستعمار البريطاني، صحيح. يعني منذ عام 1917 حتى عام 1948. ربما تشهد أهمية هذه المسألة بالنسبة لكل الفلسطينيين حينما يستذكر الفلسطينيين بشكل عام الحقبة البريطانية، يبرز لدينا سجن عكا والثلاثة الذين استشهدوا بتعليق المشانق لهم بعد الحكم عليهم بالإعدام، والمرثية التي قيلت فيهم من سجن عكا طلعت جنازة محمد جمجوم وفؤاد حجازي. فلذا من هذه المرثية تجد كل طفل فلسطيني، كل شاب فلسطيني، كل امرأة فلسطينية تحفظ هذه الأهزوجة التي ارتبطت في الوعي الفلسطيني بانطلاق الحركة الأسيرة الفلسطينية. فلذا هذه الحركة يعني تعتبر بالنسبة للفلسطينيين شيئا مقدسا، جزء من المقدسات. لدرجة أنه ربما كان هنالك من يستغرب من العرب أو المسلمين فكرة أن ينطلق طوفان الأقصى ويتعلق في جزء مهم منه في بيان كتائب القسام حول ملف الأسرى. لنا أن نتخيل حتى يعني أحيانا حينما ندرك كنه أي شيء
نفهم سياقاته التاريخية، أكيد. نفهم حقيقته، أكيد. لنا أن نتخيل أنه منذ عام 67 حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن 6 أجيال فقط، إذا ما اعتبرنا أن كل جيل هو عبارة عن 10 سنوات. صحيح. فنحن نتحدث عن 6 أجيال سجن في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 67 فقط، يعني ليس يعني هنالك فترة ممتدة من 48 حتى 67، هذه مرحلة أخرى. أكثر من 1,000,000 فلسطيني إلى اليوم. هذا يعني إنه كل جيل سجن منه أكثر من 150,000 فلسطيني. وهذا رقم عالي جدا. صحيح. الآن لا تدخل بيت واحد في فلسطين إلا وهناك، وخاصة في الضفة المحتلة والقدس المحتلة، بحكم أن غزة بعد عام 2005 جرى تحريرها حتى 2023 وجرت هذه الاعتقالات التي رأيناها، إلا وفيه أسير فلسطيني أو عدد من الأسرى الفلسطينيين. وكل حينما نتحدث عن الأسير الفلسطيني نحن لا نتحدث عن أشهر، هنالك عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين قضوا في سجون الاحتلال أكثر مما قضوا داخل سجون الاحتلال. لأنه دائما الأحكام في مواجهة المقاومة الفلسطينية، المقاومين الفلسطينيين حتى كثير من المدنيين، على أفعال بسيطة جدا لأهون الأسباب، ربما تصل العقوبات والأحكام إلى يعني عشرات السنوات. نحن نتحدث عن شهر وشهرين، ويأتي مؤبد أول وثاني وثالث كمان. نعم، يلتف بهذه الأحكام، هنالك من هو محكوم ب5,000 سنة هذا لا منطقي. يعني طبعا كان الهدف ولا زال من هذا الأسر هو وضع هؤلاء الأشخاص الذين يقودون مضجع، سواء الاستعمار البريطاني أو بعدين الصهيوني، يوضع في زنزانته، ولكي لا يعني يشكل أي عملية ضغط على الصهيون. ولكن شهدنا بأنه كانت النتيجة العكس، قدروا الأسرى، خرج منهم أبطال ومقاومين، وبالعكس أن شاركوا أكثر يمكن تأسيس الفكر المقاوم عند مختلف الشعب الفلسطيني بداخل زنزاناتهم أو حتى بعد ما يخرجوا من هذه الزنزان. أدى شكل بالفعل هذا الأسر يعني مسار، لأنه هؤلاء الأسرى كانوا عنصر أساسي بما وصل إليه الشعب الفلسطيني من الوعي المقاوم والسياسي والفكري وغيره. نعم. يعني هذه فترة السجن أصبحت بالنسبة للفلسطيني هي فترة التكوين الفكري. نحن نعتبر سجون الاحتلال بأنها مدرسة لكل الفلسطينيين. بمجرد لأنه حتى نفهم كيف يجري هذا الأسر، نحن نتحدث عن كثير من المراحل حتى توضع في السجن. مرحلة الاعتقال وما يتبعها. مرحلة الحجز الأول. ثم ننتقل إلى مرحلة التحقيق. ومرحلة المحاكمة. وصولا إلى الحكم، ووصولا حتى يعني تكون يعني داخل الأقسام أو السجون. لأنه ليس كل الفلسطينيين يعني يمضون أوقات طويلة في الزنازين. هي السجون، والسجون بالعادة كل سجن، السجن يحوي أكثر من 1,000 فلسطيني، مقسمة إلى أقسام، كل قسم يحوي ما يقارب 100 فلسطيني. فكل سجن يوجد فيه 10 أقسام. سنتحدث الآن إلى أين وصلت فكرة السجون بالنسبة للإسرائيلي، لأنه هنالك أخبار مهمة حول أنه منذ مجيء بن غفير تم بناء أكثر من وحدة خاصة بالأسرة، 3,000 وحدة، يعني حتى تستوعب 3,000 أسير، ويطالب بميزانية لبناء 5,000 وحدة جديدة، ناهيك عن وجود ما يقارب 12,000 وحدة مبنية بالأساس وموجودة بالأساس، وهي التي استوعبت على مدار السنوات السابقة الأسرى الفلسطينيين. إلى أنه عودة على بدء، حينما يعود الفلسطيني ويمكث في السجن، هو وإخوانه، هو ويعني من هم موجودين معه من الأسرى. الأسرى مقسمين بشكل تقريبي بحسب الأحكام، هل هو إداري أو محكوم. نعرف قضية الإداري قصة منذ الزمن البريطاني. فلذا
تتحول هذه المعتقلات أو حولت هذه المعتقلات إلى مدارس وجامعات حقيقية. يعني شعبنا يعيش ضمن أطر المقاومة. يعني حينما تدخل إلى سجون الاحتلال أنت تكون عند حماس، تكون عند الجهاد الإسلامي، تكون عند فتح، لكل فصيل مقاوم برنامج نضالي، فلذا وبرنامجه الفكري وبرنامجه الثقافي والسياسي والديني وغيره. على مرأة من العدو أم بالخفاء خلينا نقول يعني؟ لا، هو جزء كبير منه يعني أصبح واقعا بفعل ما حققته المقاومة. يعني بمعنى أنه هنالك مكتبة أو مكتبات كبيرة داخل سجون الاحتلال. سبب إدخال هذه المكتبات هو ما بذلوا بذلته الحركة الأسيرة من إضرابات، من أحيانا حتى شهداء سقطوا من أجل تحقيق يعني مطالب حياتية بسيطة. الحقوق اللي يفترض هي بنعرف نحفظها القانون الدولي، وحضرتك خبير بالقانون، ولكن للأسف حتى بهذا الموضوع الاحتلال الإسرائيلي ضرب الحائط كل هذه ولكن هذه المسألة قوانين. بالمناسبة مرتبطة بالمزاج بمزاج من يحكمون الأسرى. يعني الآن هذه الكتب موجودة، هذه المكتبات موجودة، أحيانا الصليب الأحمر يزود هذه المكتبات بمزيد من الكتب وغيره، إلى أنه الإسرائيلي أحيانا هو من يتحكم في إغلاقها، في فتحها، في منعها، أحيانا في فرض العقوبات عليها. يعني أصبحت يعني ذو جانبين، فينا نقول نحن، وخاصة كيف بيكون الوضع خارج هذه السجون. هلا مثل ما بنشوف بسؤال حضرتك، نحن بعد طوفان الأقصى شهدت المسألة مختلفة. نعم جداً صحيح. جداً. خلينا نقرأ مقولة لحضرتك على تطبيق إكس، بتقول: لن يستفيد شعبنا في غزة من هدنة مؤقتة وفق رؤية نتنياهو لأي صفقة، و42 يوما لم تعطي شعبنا أي فرصة للراحة أو الاستقرار. المستفيد الأول هو نتنياهو بالإفراج عن كتلة وازنة من أسراه تشكل ورقة قوة لدى المقاومة. ليس أمامنا إلى المزيد من العناد والمزيد من الصبر واستنزافهم أيضا. خلينا نرجع نحن وياك منذ 7 أكتوبر طوفان الأقصى، قد انعكس الوضع اللي شفناه كله بفلسطين، بغزة، وحاليا بالضفة، قد انعكس على الحركة الأسيرة داخل السجون. وقد يعني شهدنا بعض القصص وشهدنا بعض القضايا لتعذيب هؤلاء الأسرى، لزيادة الوحشية بالتعاطي معهم. يعني حتى من القريب شفنا كيف للأسف التعاطي يندى له الجبين كما يقال، الكلاب يعني وغير ذلك. يعني بدأت القصة بالمناسبة أو التحولات الجذرية في التعاطي مع الأسرى ليست منذ 7 أكتوبر. بدأت في عام 2021 مع نفق الحرية وتحرر الستة من سجن جلبوع، ضربة قاسمة، فبدأ التجديد بشكل كبير خاصة على أسرى حركة الجهاد. بحكم أنهم في غالبيتهم 5 من 6 ينتمون إلى الجهاد الإسلامي، فكان هنالك ضغط كبيرا على أسرى حركة الجهاد. الآن فصائل المقاومة الموجودة، الجبهة الشعبية وحماس وفتح وغيرهم، رفضوا الانفراد الإسرائيلي بأسرى حركة الجهاد، لأنه لنا أن نتخيل أن هنالك المئات من هؤلاء الأسرى يوضعون في زنازين غير مناسبة، يحرمون من أخف الأدوات، في مقابل يعطى الأسرى أجزاء بسيطة من الحقوق كأنه نوع من العقوبة إليهم. هذا ما رفضته الحركة الأسيرة، وأصرت بأنها تضامنت مع أسرى الجهاد وأحرقت خيمها. يعني هنالك أو أحرقت الغرف، لأنه في تطور الحركة الأسيرة كانت بالمناسبة هي عبارة عن خيم ثم تطورت إلى غرف في أغلبها، تضامنوا معهم في تلك الفترة. الآن بعد هذه الأحداث صارت انتخابات إسرائيلية، أفرزت حكومة نتنياهو، أصبح بن غفير وزير الأمن الوطني، فلذا السجون ومصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية هي تابعة للأمن الوطني، وبناء عليه أصبحت هنالك مرحلة جديدة أيضا من يعني الملاحقات والتعسف والحرمان من الحقوق وكل هذه المسائل تجاه الأسرى. شكلت ضغطا كبيرا في هذه المرحلة. الآن هؤلاء الأسرى
يتواصلون مع قيادة المقاومة، لأنه جزء من تشكيلة المقاومة حينما نتحدث عن ساحات المقاومة، ساحة غزة بالنسبة للمقاومة ساحة مستقلة، وساحة الضفة، وساحة اللجوء الخارج، وساحة الأسرة، لأنه أغلب قيادات المقاومة وكوادرها موجودين داخل الأسرة. فلذا مهمين جدا كساحة للمقاومة، بعيدا الآن عن ما أشرنا إليه أهميتهم بالنسبة لشعبنا الفلسطيني والبيئة الحاضنة بشكل عام. بدأ الضغط الشديد على الأسر منذ تولي بن غفير. بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر تضاعف كل هذا الذي جرى خلال سنتين، من 21-22-23، 3 سنوات كانت مقيتة جدا على الأسرة. ربما تم حرمانهم أكثر من 50% من الحقوق التي حصلوها بجهدهم وإضراباتهم ودمهم وشهدائهم. بعد 7 أكتوبر تحولنا إلى ليس سجنا، يعني لا يمكن وصف ما يحصل في سجون الاحتلال بأن هذا سجن، هذه ربما يمكن أن نصفها بمقبرة، أقرب إلى المقبرة. تخيلي أن من خاض التجارب السابقة وكانت السجون في وضع أفضل قليلا، كان يصف هذا المكان بمقبرة الأحياء. والأستاذ وليد الهودلي ألف كتابا أسماه مقبرة الأحياء. نعم، وهو فعلا كان مقبرة للأحياء. لنا أن نتخيل وللمستمع أن يتخيل حجم التغيرات التي حصلت بعد 2021، بعد تولي بن غفير 2022، بعد 7 أكتوبر 2023. هناك تحولات كبيرة لدرجة يعني أتذكر قبل أقل من شهر أخي في فلسطين يبعث لي صورة صديق اسمه سلطان خلوف من بلدة برقين من جنين. سلطان شاب يعني عريض المنكبين يعني كما يوصف، أقول بأنه خسر أكثر من 60% من وزنه. وهذه الحالة طبعا من يشاهد السوشيال ميديا ويتابع عم نشوف أكثر من تجد بأنه أشخاص يقول نعم كيف كان شكلهم وكيف أصبح، كل الأسرة وصورة الشخص اللي لازال فاتحا عيونه بعد ما انخرج. ملف غزة ضعيه جانبا، قصة أخرى ملف غزة، ولكن نتحدث عن أسرى الضفة. أسرى الضفة كلهم لا يشبهون ما كانوا عليه قبل أشهر قليلة. يعني خلال أشهر قليلة الأسرى جميعهم تحولوا إلى هياكل عظمية. هذا نشاهده، يعني الصورة تتحدث، الفيديو يتحدث حين استقبال الأسير. ولنا أن نتخيل شو صاير معهم بهالحالة لحتى صاروا هالقد بهذه الأوزان بهذا الضعف. يعني في قلة اهتمام بالطعام، يمكن في بكل شيء، بكل في تعذيب. نعم، في أمور كثيرة حتى يصل الإنسان إلى هذا الشكل. بموضوع كمان اللي حضرتك ذكرت أنه يجب أن نستنزف العدو الصهيوني، يجب أن نصبر، يجب أن نعاند خاصة بالحركة الأسيرة. قد قدر الأسير الفلسطيني أنه بالفعل يعني يقود مضجع الصهيوني؟ وشفنا معركة الأمعاء الخاوية واللي حركت ليس فقط داخل فلسطين حتى خارج فلسطين أحيانا. بالرغم يمكن من المرارة قدر يوصل للأسير الفلسطيني لينتزع حريته أو أنه يسجل موقف كتير قوي تجاه الصهيوني. هل نفعت هذه الحركة وبأي قدر فينا نقول يعني باستنزاف العدو من خلال الأسر؟ يعني علينا أن نتذكر أن هنالك رغم أن كل الأسرى الفلسطينيين وتجاربهم تشكل يعني نوع من الرمزية لهذا الفلسطيني ولهذا الأسير، إلى أن هنالك أيقونات كثيرة للحركة الأسيرة، ربما أبرزها هو الشيخ خضر عدنان. نعم، الشهيد الذي يعني قضى في سبيل قضيته وما يؤمن به وبعناده وبصبره، وهو الذي فجر بالمناسبة في عام 2012 معركة الأمعاء الخاوية، المعركة الفردية.
بأغلب الإضرابات التي خاضتها الحركة الأسيرة كانت إضرابات جماعية، إلى أنه الشيخ خضر عدنان هو الذي ابتدأ أنه يمكن لكل أسير أن يخوض إضرابا منفردا عن الطعام ويحقق إنجاز يتعلق بشخصه، يتعلق بالإفراج عنه. فلذا رأينا بأنه فجر هذه المعركة وفاز فيها بعد 60 يوما وتم الإفراج عنه، فبدأت تنتقل هذه العدوى إلى العشرات والمئات من الذين خاضوا هذه التجربة. وهذه تجربة مريرة جدا لنا أن نتخيل كيف ستكون في ظل وحشية السجان. أحيانا يعني لم يفرج عن هؤلاء المئات إلا أن بعد أن وصلوا إلى حافة الموت، ومنهم كخضر عدنان قضى نحبه وهو ينازع حافة الموت. فهذه التجربة بس حققت شيئا ما، يعني فينا نقول حققت شيء، يعني هي تحقق. هو قضى، استشهد الشيخ خضر عدنان، ولكن بالنسبة للحركة الأسيرة بكل تأكيد تستفيد من شهادته لأنه في تلك المرحلة ستحاول مصلحة السجون أن تمتص غضب الأسرى جراء استشهاده وغيره. طيب، كمان من الجرائم الحديث اللي للأسف كمان تابعناها عبر الإعلام، بس خلينا نقرأ كمان ما كتبته حضرتك. حينما يرتكب جيش الاحتلال جرائمه ضد الفلسطينيين، هو عمليا يقوم بترجمة حقيقية لما يؤمن به المجتمع الإسرائيلي فعلا. مثلا ثار نقاش حول اغتصاب جنودهم للأسرى الفلسطينيين، فكانت النتيجة أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون ذلك. الوصف الدقيق لإسرائيل بأنها مزرعة حيوان لا مجتمع إنساني. شو بدنا نقول عن اللي آخر شيء شفناه بحق الأسرى واغتصابهم، واللي كان واضح وصريح؟ يعني ربما علي أن أعتذر عن فكرة أن يوصف بالحيوان. حتى الحيوانات لديها رحمة، 100%. حتى الحيوانات، صحيح. كثير من الأفعال الإسرائيلية التي ترتكب في سجون الاحتلال، الحيوانات لا تمارسها في مقابل قطيعها، في مقابل أبنائها، في مقابل مجتمعها. لا، هو مجتمع لا إنساني ولا أخلاقي، ليس لديه أي يعني لا يشبه الناس، لا يشبه البشر. سلوكياتهم لا تشبه حقيقة السلوك البشري. سنعلق السؤال إلى يعني بعد قليل، لأنه الاتصال صار جاهز معنا من غزة، ونحن ما بنقدر كتير نتحكم بموضوع الاتصال، نخشى بأن ينقطع الاتصال. ينضم إلينا وضمن فقرة شاهد الطوفان الصحافي جهاد أبو سعدة لنتحدث معه عن مشاهداته وأيضا عن معاناته في ابتعاده عن عائلته المقيمة في تركيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جهاد، تحية لك ولكل الأحرار، للمجاهدين، لأرواح الشهداء، لكل الجرحى، لكل من يقاوم اليوم ويصمد في غزة. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. قبل أن نتحدث طبعا عن الجزء المتعلق بمعاناة حضرتك وبعدك عن عائلتك ومنعك بالتالي من السفر للالتحاق بعائلتك مجددا، ماذا عن غزة اليوم؟ ما يمكن أقصى المشاهد اللي عينتها وشاهدتها ولازلت وأنت موجود في تلك الأرض؟ نعم، يعني أنت تعرفين جيدا والجميع يشاهد ويتابع المعاناة والمأساة الحقيقية التي نعيشها في قطاع غزة في ظل هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة. يعني في كل لحظة يعني يرتقي الشهداء، في كل لحظة يقوم هذا الاحتلال بشن الغارات على أنغارات الهمجية على منازل المواطنين الآمنين في قطاع غزة. لا يخلو منزل في قطاع غزة إلا وقد وفيه من الشهداء وفيه من الأسرى وفيه من الجرحى. لا يخلو منزل إلا تم استهدافه في قطاع غزة. هذا هو المشهد. أنت تتكلم عن وضع يعني كارثي في جميع المقاييس، تتكلم عن الوضع الصحي، عن الوضع النفسي للناس في قطاع غزة، يعني عن الأمراض، تتكلم عن الوضع الصحي مثلا، نتكلم عن معاناة حقيقية. لا يوجد أي أدوية، لا يوجد أي علاج بسبب هذا الحصار الفاشل من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى للتضييق على الفلسطيني في كل يعني كل ما يتعلق بالفلسطيني يحاول الاحتلال التضييق عليه. فكثير من
تسمعون المنتشرة في قطاع غزة بين الأطفال وبين الأمهات وبين الجميع كبار السن. لا يوجد علاج. أنتم تعلمون أيضا بأن إغلاق المعبر أثر على كثير من آلاف أو عشرات آلاف الأفراد والأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج. الكثير من المرضى والكثير من الجرحى يعني لاقوا حتفهم بسبب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، حيث أنه كان المنفذ الوحيد لكي يقوم يعني بإخراج المرضى والجرحى لاستكمال علاجهم. لكن للأسف حتى اللحظة كل هذه الأصوات التي نحاول توصيلها للعالم لا تلقى أداء صاغية. نعم. يعني هذا هو ديدن الاحتلال، ليس نعم. بجديد عليك. صحيح صحيح. بقتل الفلسطيني بكل الأشكال. طب أستاذ جهاد، نطلع على الجانب المتعلق بمعاناتكم العائلية. حضرتك تقيم بتركيا وأنت موجود هناك مع عائلتك وتتابع دراسة الدكتوراه. وتعمل هناك أيضا، وقد اضطررت إلى الدخول إلى قطاع غزة لظروف قصرية، وصار اللي يمكن اللي صار بغزة، وحضرتك اليوم موجود ولا تستطيع الخروج مجددا للانضمام إلى أسرتك في تركيا. حدثنا عن هذا الموضوع. يعني في السابع من مايو عام 2023 تلقيت اتصال من إخوتي في غزة بأن الحالة الصحية للوالدة سيئة وقد دخلت العناية المركزة. يعني وأنا كنت أجلس على مكتبي في اسطنبول في تركيا في عملي، فاضطررت يعني باتخاذ خطوة سريعة من أجل الذهاب إلى قطاع غزة. وأنتم تعلمون أن موضوع الصبر والذهاب إلى قطاع غزة فيه مغامرة كبيرة، يعني قد تكلفنا الكثير، وقد يعني كان ذلك بالاتفاق مع عائلتي هناك مع زوجتي بأني بإذن الله سأذهب إلى غزة لمدة قصيرة، يعني أطمئن على صحة الوالدة ومن ثم العودة، يعني أن لا يتجاوز هذا الأمر شهر يعني. فذهبت إلى قطاع غزة، ويعني الحمد لله أن الوالدة يعني تحسنت برؤيتي، وعندما يعني شاهدتني وهي في المستشفى يعني الحمد لله حالتها الصحية أصبحت أفضل. وعند الاطمئنان عليها بعد شهر تقريبا حاولت العودة لتركيا من أجل العودة لعائلتي، العودة لجامعتي، العودة لعملي. فللأسف اصطدمت بأن الجانب المصري يعيدني إلى قطاع غزة ولا يسمح لي بالذهاب إلى تركيا. وحدث هذا الأمر أكثر من مرة حتى اندلعت الحرب، يعني اندلعت الحرب على قطاع غزة. بالتالي أصبح الأمر أكثر صعوبة، واستكمل ذلك عندما قام الاحتلال بإغلاق معبر رفح. يعني حاولت اجتهدت كثيرا من أجل العودة إلى عائلتي، كما تعلمي بأن زوجتي وحدها هناك في إسطنبول، لا يوجد لنا أي أقارب ولا يوجد لنا أي أحد، ولدي ثلاثة من الأطفال هناك. وأصبحت يعني عبء الحياة كبير جدا على زوجتي، حيث أنها يعني قامت وما زالت تقوم بدور الزوج والزوج الأب والأم لهؤلاء الأطفال، وهم يحتاجون إلى يعني رعاية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة يعني هناك. ومع اندلاع الحرب زادت هذه المعاناة أكثر ببعدي عنهم عندما ينقطع الاتصال. يعني أطفالي دائما يخافون، وزوجتي تقول أني يعني أخاف أن أفقدك في أي لحظة. يعني دائما يعني أحاول قدر الإمكان أن أكون على تواصل معهم، أحاول، لكن يعني مع الأسف كل محاولاتي من أجل الخروج من غزة لحتى اللحظة يعني لم تنجح. نحاول توصيل أصواتنا للجهات المعنية على الأقل حتى أقوم يعني بالعودة إلى عائلتي إلى لم الشمل، حيث توقف الدراسة، توقف حياتي العائلية حتى عملي. فكل أموري يعني أصبحت في مهب الريح. تعلمي بأن الظروف يعني ليست سهلة حتى على العائلة. على كل يعني إن شاء الله بكون لكم نصيب ترجعوا. أستاذ جهاد، وسؤالي كمان كون حضرتك يعني
تحضر الدكتوراه وتعمل هناك في تركيا. العلم اليوم قدام مهم للفلسطين وللشعب الفلسطيني لكي يدافع عن حقه، لكي يسترد حقوقه، لكي يكون يعني جاهزا وحاضرا دائما للدفاع عن أي محاولة سلب حقوقه كما نشاهد اليوم بغزة وبغير غزة كمان. نعم بطبيعة الحال يعني ليس لدينا الكثير من الإمكانيات. الإمكانيات الموجودة هي اليوم أن نتمسك بدراستنا، نتمسك بعلمنا، يعني خاصة بأننا يعني في مواجهة مفتوحة مع هذا الاحتلال. بالتالي يعني أنا أخذت دراستي كجزء من أنواع يعني المواجهة مع هذا الاحتلال، لكننا اليوم ندفع ثمن ذلك. لكن كل ذلك لا يثنينا. واصل الدكتوراه في جامعة زكريا التركية بمعهد دراسات الشرق الأوسط، أدرس دراسات الشرق الأوسط، ولكن حاليا لأسباب طبيعية كثيرة، منها انقطاع الإنترنت، ومنها يعني صعوبة التواصل مع المشرف وغيره. تمام، يعني قمت بتجنيد الدراسة لكن بشكل مؤقت، يعني أقيم في خيمة أصلا. يعني الظروف التي أعيش فيها في قطاع غزة بجانب والدة المريضة، موجود في خيمة يعني كحال النازحين في قطاع غزة. على كل يعني قصة أخرى من القصص الكثيرة اللي عم نقراها وعم نشاهدها من معاناة أهل غزة. يعني حماكم الله وإن شاء الله تعودون سالمين إلى أسرتكم، تنضموا لإلهم من جديد بتركيا. أستاذ جهاد منحييك من جديد، وألف سلامة للوالدة، وإن شاء الله النصر بيكون قريب. شكرا لحضرتك لانضمامك لإلنا من غزة. الصحفي الأستاذ جهاد أبو سعدة، كل التوفيق لكم، أهلا وسهلا فيك. يعني دايما عم نسمع قصص أستاذ صالح، يعني قصص قهر وعذاب ومعاناة. يعني كل حدا بغزة اليوم بالفعل عنده قصة مختلفة عن الثاني بما جاء به هذا العدوان عليه من الوبال ومن من الصعوبات للأسف. نحن قلنا بالعادة بنسأل ضيوفنا كمان من غزة عن أصحاب لإلهم أو عن شهداء ربما ارتقوا وبيحدثونا عنهم، بس لخصوصية وضع الأستاذ جهاد ما حبينا نستفيد معه بالحديث كتير. هالسؤال رح نعرف نحوله لعندك أستاذ صالح. ما بعرف عندكم حدا من معارفكم، من أصدقاء، من شهداء ربما هيك توقفتوا عندهم بطبيعة الحال القصص اللي عاشوها أو كيفية الشهادة وغيرها، الأشياء اللي عم نشاهدها بالتالي يوميا داخل يعني غزة. سأتذكر الآن سريعا الأخ العزيز رحمه الله، استشهد الصحفي مراسل القدس اليوم، قناة القدس اليوم، محمد أبو جمال. ربما جمعتنا به ضحكته الدائمة. يعني كنا يعني ضيفا دائما لديهم في قناة القدس اليوم، وكانت تبث مركزها الأساسي، لها فرع في بيروت وغيره، ولكن مركزها الأساسي كان في غزة. ونحن نعلم بأن الإسرائيلي أول الاستهدافات التي قام بها هو يعني القضاء على كافة القنوات والإذاعات الأساسية في غزة. فكان محمد جمال من أكثر الشباب يعني ضحوكا، يعني نقول سنه ضحوك، دائما ما يبتسم، دائما ما يزرع النكتة. حتى خلال يعني هو لم يعني هو استشهد بعد 3-4 شهور، يعني هو رأى الويلات، ومع ذلك كنا نتواصل بشكل دائم معه وكثير من الإخوان للإطمئنان عليهم، إلى أنه كان صاحب نكتة وظل صاحب نكتة حتى تفاجأنا لحظة باستشهاده بشهادته. فلذا حتى الشباب الذين يعرفونه ربما تأثروا عليه ربما أكثر من جار، ربما أكثر من أهل. يعني كان جميلا يليق بالشهادة. تحية لكل هؤلاء، ويعني مهما قلنا لا نفهم حقهم اليوم، لأنه ما
يقدمونه وما يعطونه فاق أي تصور. بالفعل أستاذ صالح اليوم يعني هذا الصبر، هالمعاناة، هالكفاح اللي مش طبيعي اليوم أبدا. نحن نتناول قصة ما يقارب 50,000 شهيد، لأنه صحيح العدد الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة 41,000 حتى اللحظة، إلى أنه لدينا أكثر من 10,000 مفقود في الأنقاض. فنحن نتحدث عن أكثر من 50,000 شهيد. هؤلاء لكل واحد منهم قصة يجب أن تروى. يعني كم أبكانا حديث أحدهم بأنه أنا لست رقما، يعني واستشهد، يعني كتب مقولته وتداولها الناس بطريقة كبيرة بأنني لا أريد أن أدفن بالهواء، أريد قبرا أعرفه، لا أريد أن أدفن في رصيف، أريد مقبرة بين أهلي، بين ناسي. هذه المشاهد بكل تأكيد مؤثرة. علينا أن لا نتعامل مع هذا الرقم الضخم والكبير. صحيح أنه رقم كبير، ولكن لكل منهم، حتى الطفل منهم لديه قصصا ولديه أحلاما ولديه ما كان يتمنى. بدي أعرج معك، نرجع لموضوعنا عن الأسرى ولو بدقيقة أستاذ صالح، بما أنه أتينا على ذكر الدراسي وغيرها كمان، يعني الحركة التعلم داخل المعتقلات مع الحركة الأسيرة ملفتة جدا. يعني كان بيقدر الأسير يطالب بحقه أنه يتعلم. ونحن يمكن نعرف الشهيد سمير القنطار اللي هو كان الأسير داخل السجون الإسرائيلية، استطاع أن يتابع دراساته من داخل السجون. هذا الإصرار كمان حتى عند الفلسطيني على متابعة تعليمه. بس بدقيقة واحدة لحتى ما نغفل السؤال ونكون قطعنا عنه. يعني أنا انتبهت من ضمن الاستضافات أنكم مستضيفون الأستاذ محمد جردات، الأستاذ محمد فارس جردات. والأستاذ محمد، لأني حينما كنت في الأسر، وهو مكث بالمناسبة 15 عاما في سجون الاحتلال، كتب كثير من دراساته وكتبه داخل سجون الاحتلال. بكل تأكيد الحركة الأسيرة مثل ما قلنا أبدعت في تدريس أبنائها. كل صاحب تجربة، كل صاحب لغة علم هذه اللغة للأسرة. يعني فلذا تجد الأسرة يتقنون لغات كثيرة ليست حتى متعلقة بالاحتلال. يعني يتقنون اللغة العبرية، ولكن هنالك من تعلم الروسية وتعلم الإنجليزية والفرنسية وغيره. هذا على مستوى اللغات. على كافة المجالات وجدت تخصصات لدى الأسرة. يعني دائما ما تجد الأسير قراءاته كثيرة، ولكن تجده مختصا بنواحي أدبية أو نواحي علمية أو نواحي دينية تفصيل أو غيره. تفصيل يعني يمكن بحلقة لحال أنه قد قدروا يعملوا هذا الإنجاز. وبنعرف أنه التعلم بده بالنهاية تواصل مع العالم الخارجي، شئنا أم أبينا، لحتى ناس كملت دكتوراه وناس كملت دراستها وغيرها. بكل الأحوال أنا وياك عم نمشي شوي مع الوقت، عم بيزحمنا أستاذ صالح. رح ننتقل لفقرة أحرارها ونتابع بورتري عن أبرز محطات الأسير الشهيد سامي أبو دياك، والتقرير بصوت زميلنا السيد سعيد فضل الله. إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي وأيامي الأخيرة. أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن أفارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا. كلمات أخيرة ونداء لم يلبى للأسير الشهيد سامي أبو دياك. هو المولود في جنين عام 1983، جرى اعتقاله عام 2002 ضمن أحداث الانتفاضة، وأصيب في رأسه وجسده أثناء اشتباكه معهم. تعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وعزلوه انفراديا لعدة أشهر، وحكم عليه بالمؤبد 3 مرات و30 عاما. عام 2015 تعرض لخطأ طبي واستؤصل جزء من أمعائه، ونتيجة لعدم إغلاق الجرح بإحكام ونقله غير الآمن مرارا إلى المشفى، تسمم جسده وحدث فشل في الكلى والرئتين.
خضع لعدد من العمليات وثبت تشخيصه بالسرطان، وأمضى سنواته الأخيرة في المسلخ كما يطلق عليه الأسرى. قبل أيام من ارتقائه تمكنت والدته من رؤيته برفقة عدد من أفراد أسرته، وعلقت: اللقاء لم يدم لأكثر من ربع ساعة، ولم يتمكن خلالها من الحديث معهم أو رؤيتهم، فقد كان غائبا عن الوعي وبالكاد يعرف من حوله. وهكذا استشهد أبو دياك في 26 من تشرين الثاني رغم كل المطالبات بالإفراج عنه. أيضا قصة أخرى من قصص المقاومة، الحركة الأسيرة اللي كمان دفع ثمنها هؤلاء الأشخاص حياتهم، وللأسف العذاب الكبير وعدم إعطاء أدنى الحقوق بالمتابعة الصحية وأمام مرأة العالم. كمان عندنا للأسف كمان شيء آخر، وهو احتجاز جثامين الشهداء كمان حتى من الأسرى اللي هن بيستشهدوا ولكن لا تسلم جثامينهم إلى أهاليهم. وليد دقة كان في الضفة. نعم. ما الذي يرعب العدو حتى من أنه هالجثة يعني ما يسلمها، أو ربما هناك غايات أخرى أيضا لديه بهذا الموضوع أستاذ صالح؟ يعني ربما أشرتم في التقرير إلى مسألة غاية في الأهمية، هي يعني ملف المرضى. الفترة الطويلة التي يقضيها الأسير في السجون، عدم وجود الأكل الصحي، عدم وجود الرعاية الصحية. إن ذهبت إلى الطبيب حتى الأدوية يعني شو هي راح تكون؟ مسكنات، حبة بنادول إن كان رأسك يعني عم بوجعك أو معك سرطان، كنت بأقصى درجات الألم والوجع. لا يتقدم الاحتلال بأي رعاية صحية حقيقية، فلذا وصف سجن الرملة، هو يقصدون سجن الرملة بالمسلخ. الآلاف من الأسرى يعانون من الأمراض، وجزء من الأسرى يكتشف أمراض أحيانا بعد خروجه من الأسر. إذا كان محكوم 4 أو 5 سنوات يتعرضون لكثير متعلقة ربما بالمسائل المتعلقة بالجلد، المسائل المتعلقة بالأمعاء، المسائل المتعلقة بالقلب وغيره. كل هذه المسائل مؤلمة بالنسبة للأسرى، حتى أصبح هنالك مصطلحا جديدا لدى الحركة الأسيرة هو الأسير المريض. يعني فوق أنه كان أسير هو أسير مريض. فلذا بعد الإفراج عنه أحيانا يتابع لسنوات طويلة في المستشفيات الفلسطينية وربما في مستشفيات الخارج إن تمكن من الخروج، حتى وقد يؤسس له هذا الأمر يعني علة مستديمة إذا فينا نقول. نعم، لعدم العلاج. سنذهب إلى فقرة لنقرأ القضية، وينضم إلينا أحد مؤلفي كتاب انتفاضة 1987 تحول شعب، الكاتب والباحث والأسير السابق الأستاذ محمد فارس جرادات. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد معنا في هذا اللقاء. تحياتي. يا هلا. الكتاب عبارة عن أوراق ومداخلات وشهادات قدمت بمؤتمر تحت عنوان انتفاضة 1987 الحدث والذاكرة، لعقد بتنظيم من مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيرزيت وغزة وبيروت لمناسبة مرور 30 عاما على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية. طبعا خلينا بداية قبل ما نتحدث عن بحثكم بشكل خاص أستاذ محمد، ماذا عن الكتاب وما الهدف من وضعه وشو المواضيع القيمة كمان إن كان هيك من إطلالة سريعة على ما حمله هذا الكتاب؟ بداية أحييك وأحيي الضيف الصديق الحبيب صالح أبو عزة، وأعزيه باستشهاد ابني عمي في طوباس قبل أيام مضت. بالنسبة للكتاب والذي أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية، هو بالأساس كان جزء من ورشة عمل عقدت لعدة أيام في مباني جامعة بيرزيت، وكان يتضمن عدة أوراق عمل وعدة دورات، وكان ما يتعلق بالأسرى ويتعلق بعائلة نموذجي فيما يتعلق بتحمل سنوات الأسر، فتم تخصيصي لاختيار عائلة فلسطينية من عائلة الجرادات،
والتي تحملت عبء الاعتقال بيت فلسطيني صغير. هذا البيت المكون من أب وأم وسبع ذكور واثنتين من الإناث، والذي قضى أبنائه في سجون الاحتلال ما يقارب 70 عاما. وكل هذه الاعتقالات التي تمت على عشرات المرات، والتي نسف فيه بيت الأسرة مرتين متواليتين، وأصيب بعض أبنائه ببعض الحوادث المتعلقة بالنضال الفلسطيني. هذا الكتاب الذي صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية قدم صورة تفصيلية عن الانتفاضة، يسمونها انتفاضة الحجارة عام 1987، والتي كانت بلدة أو قرية السيلة الحارثية في ذلك الوقت، والتي كان يغلب عليها الانتماء لتوجه وتيار حركة الجهاد الإسلامي. استطاعت هذه البلدة الصغيرة بالمعنى المجازي أن تستقل عن الاحتلال وأن تحظى باستقلال لعدة أيام، والاحتلال لا يستطيع أن يقتحمها لأن كل أهالي البلدة استطاعوا أن يتجيشوا وأن يغلقوا كل مداخل البلدة ويسيطروا على الحياة في داخلها، والجيش حاصرها من كل جانب ويحاول أن يقتحمها. لذلك عندما تم اقتحام القرية لاحقا بعد أن استخدمت أدوات وآلات وجرافات عملاقة، وكانت الأدوات المواجهة في حينها لم تكن تتعلق بالأسلحة وإنما مجرد زجاجات حارقة وإشعال الإطارات والحجارة والعصي والأدوات البسيطة جدا. لذلك عندما تم إخضاعها تحول سكان البلدة بغالبيتهم إلى أسرى في السجون الاحتلال. فتجربة الأسر ضمن انتفاضة الحجارة هي تجربة قوية، عقل خلالها سجن معتقل أنصار في الذي عليه الاحتلال كالسيعوت في النقب، والذي ضم آلاف الأسرى في ذلك الوقت. نعم. طب طبعا أشرت حضرتك للتجربة يعني اللي عرضتها ضمن مشاركتك، وليه حملت عنوان انتفاضة الحجارة في نموذج عائلي كفاحي، شهادة حية عن الدور الكفاحي لعائلة المرحوم فارس بشير جرادات وهو والدكم. وطبعا هذا الكتاب يعتبر الأول والفريد من نوعه الذي يقدم رؤى للانتفاضة متعددة الأبعاد ومن مختلف الأجيال، وحضرتك كمان عم تحدث معك أسير سابق محرر. انطلاقا من كل ذلك أستاذ محمد، قدي الحركة الأسيرة قدرت بالفعل تشكل شيء مفصلي بموضوع الانتفاضة، وهالحركة الأسيرة مثل حضرتك على مدى 16 عام يعني قدي شكلت أيضا عملية استفزاز واستنزاف للعدو من قبل من حاول أن يكتم صوتهم وأن حتى يلغي وجودهم من خلال أسرهم في السجون. هي القلاع الأسر ذاتها في ذلك الوقت أصبحت جزء حيوي من الانتفاضة. عندما نتحدث عن معتقل النقب الذي ضم الآلاف والذي افتتح على عجل خيم بأقسام ومناطق في قرب الحدود المصرية، يتم جلب الآلاف الأسرى وزجهم بشكل سريع دون توفر القضايا الحياتية الأولية. لم تكن هناك حتى إدارة لقضية الطعام والشراب حين وصلنا إلى ذلك المعتقل في أول يوم، وكنا لا نعرف أين هذه الباصات المجهزة أين تذهب، وأخذونا بنا جنوبا قطعنا سجن بئر السبع، وقلنا إلى أين، ربما إلى المنفى للنفي عبر الحدود المصرية، فإذا بهذا السجن العملاق قد أقيم في ذلك المعتقل في ذلك الوقت. جاء إسحاق رابين ووقف باب أحد الأقسام وقال إذا كنتم على استعداد أن تتعهدوا بوقف الانتفاضة يمكن أن نطلق سراحكم، فكان رد ممثلي الأسرى أن هذه الانتفاضة انتفاضة شعب وبالتالي لها أهدافها، ولا يمكن لنا أن نطالب أو أن نستعد أو نتعهد بوقفها. لذلك بعد أيام قامت إدارة السجن بإطلاق النار على المعتقلين حينما كانوا يقومون بتكبيرات عيد الأضحى قبل العيد بيوم،
كان هناك تكبيرات في كل المعتقل، وأطلق النار واستشهد اثنين من الأسرى من عائلتي الشوبة والسمودي. نعم، بكل الأحوال تحية لكل المناضلين، لكل من كانت لهم بصمتهم سواء بالحركة الأسيرة أو غيرها، واللي لازلت مفاعيل كل ما قمتم به قائمة حتى هذا اليوم. شكرا لانضمامكم لنا الكاتب والبحث والأسير السابق الأستاذ محمد فارس جرادات، أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. وقبل أن نتابع مع ضيفنا سننتقل إلى الفقرة التالية سيبقى اسمها إلى مدينة جنين، ننتقل في هذا التقرير السريع وبصوت الزميلة يمنى المقدات. وسيبقى اسمها جنين مدينة النضال إلى عصور قديمة يعود تاريخها، وهي الشهيرة بتاريخ حافل بالتصدي للاستعمار، ومنذ ذاك الوقت بقيت عصية على الاحتلال، إذ شكلت هاجساً بسبب قربها من مدن الداخل ومشاركة أبنائها بالعمل المسلح. تقع في الضفة الغربية على السفح الشمالي لجبال نابلس، وتضم مجموعة من القرى بلغت قبل النكبة قرابة 70 بلدة، ثم تقلص العدد. يعتبر مخيم جنين ثاني أكبر مخيماتها، ومعظم سكانه ينحدرون من مدينة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل. خضعت عام 1949 للحكم الأردني إلى حين احتلالها عام 1967، ولاحقاً صنفت تحت الحكم الفلسطيني، ومن أبرز معالمها كنيسة برقين والجامع الكبير ونفق بلعمة وتل الحفيرة. ضيفنا الكريم أستاذ صالح أبو عزة من مدينة جنين، وقد خرجت منها قصراً، اليوم إلى أي شيء تحن أكثر في جنين فيما لو عدت إن شاء الله قريباً بعد التحرير، وهذا ما نأمله إن شاء الله، ما أول شيء قد يمكن تزوره أو تعمله أو أي يعني يأخذ منك اهتماماً عندما تعود ذات يوم؟ ربما مخيم جنين كتب على بابه محطة انتظار لحين العودة، وينظر يعني إذا دخلت مخيم جنين يقولون دائما حينما يعرف عن نفسه لا يقول أنا من جنين، يقول أنا من زرعين، يقول أنا من حيث بلده الأصلي، حتى الطفل الصغير لا يقول جنين، يقول هذا البلد. ربما يخطر في بالي أول مكان يمكن أن يزار هذا المخيم، هذا المخيم الذي فيه أو حوت أرضه أطهر الشهداء والذين فجروا هذه الثورة، يعني الثورة الأخيرة الذي فجرها جميل العموري، وانطلاق كتيبة جنين، وانطلاق العمل المقاوم مجددا في الضفة المحتلة. يستوقفني أحد الشهداء في غزة كان يقول لأمه، وهو يعني يلقب بأبو جنين، يقول لأمه أن لي أمنية أن أستشهد في جنين، مع أن غزة هي غزة، يعني غزة بصمودها بتاريخها النضالي والكفاحي والجهادي وغيره. جنين محبوبة جميع البلدان، جميع المدن تحب جنين وتعطي لجنين يعني تصفها بعروس شمال الضفة المحتلة. هذه الأمنية التي كان يتمناها هذا الشهيد في غزة لفت نظر أهل جنين، فوضعوا له يافطة وشاهدت قبر في مخيم جنين. أهل جنين يعني يتميزون بمخيمها، بمدينتها، بريفها. أنا من ريف جنين، ولكن سكنت المدينة، ثم أصبحت الريف الذي أنا منه أصبح محافظة مستقلة فيما بعد، اسمها محافظة طوباس والأغوار الشمالية. أهل يعني جنين وفية لهذه القضية، فلذا يحن لها كل من يخرج منها يتمنى العودة إليها إن شاء مجددا الله. إن شاء الله قريبا. ولكن قناعتنا بأن مسألة التحرير رغم هذا الألم والوجع الذي نراه، إلا أنه يعني قاب قوسين أو أدنى.
رح نختم معك، ولكن كمان رح نذكر بعد ما كتبته: بأكياس نجمع لحمنا وعظامنا ودمنا، ورغم ذلك لن نستسلم أو نخون، ولو كنا على حجر ذبحنا، ثأرنا يكبر سنأخذه من بين أنياب هذا العالم القذر، سنا بسن وعينا بعين، حتى سداد فاتورة آخر قطرة دم. ولعل هذا كلام كل شخص فلسطيني عانى معنا، وكل حر أيضا بالعالم ساند هذه القضية. بماذا نختم معك أستاذ صالح أبو عزة، وكلمة توجهها إلى فلسطين حرة؟ نعم، ربما من يقف إلى جانب فلسطين هو الذي يحوز هذا الشرف. يعني فلسطين هي الحاكمة الآن، من يقف إلى جانبها دائما ينظر. يعني وأنت تكملين عبارتك تقولين الأحرار الذين وقفوا. نعم. الآن العالم منقسم إلى أحرار وعبيد، إلى إنسان وغير إنسان. من وقف إلى جانب فلسطين هي الفيصل، هي الفيصل، هي الفيصل في كل شيء، هي الفيصل في كل شيء. فبلا شك أن يعني يحفظ. يعني الآن أقرأ قبل قليل رسالة أطلقها أو بعثها أرسلها القائد السنوار، قائد حركة حماس ومطلق 7 أكتوبر المجيد، إلى سماحة السيد حسن نصر الله في تعزية الشهيد إسماعيل هنية. هذه الرسالة باعتبار أنها صوت فلسطين لحزب الله، لأنصار الله، للجمهورية الإسلامية في إيران، لسوريا، للعراق، للشهيد الذي عبر من شرق فلسطين إلى غربها، ماهر الجازي. هذه رسالة وفاء لكل من وقف مع فلسطين. الآن الفلسطيني ربما يعني لن ينسى هذا، يعني ما نعرفه عن شعبنا أنه وفي. فلذا هذه النظرة أو هذه العلاقة الروحية التي تجمع وستجمع الفلسطينيين بمن وقفوا إليهم، وبكل تأكيد على من خان وباع هذه القضية أن ينظر إلى نفسه بعين العار والشنار. شكرا لحضوركم معنا أستاذ صالح أبو عزة، المحامي والباحث السياسي الفلسطيني، وكلنا أمل بأنه إن شاء الله نلتقي على أرض فلسطين قريبا، ونرفع رايات العزة والكرامة، والحق دائما يعلو ولا يعلى عليه. هذه السنة للتاريخ، فكيف إذا كان من وراء هذا الحق أناس مقاومون مجاهدون صامدون يبذلون كل غالي ونفيس في سبيل الحرية والعزة. شكرا أيضا لضيوفنا الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من برنامج فلسطين حرة، نشكر طيب المتابعة من قبلكم مشاهدينا ومستمعينا، وإلى لقاء آخر يتجدد بإذن الله. دمتم بخير، وتبقى فلسطين حرة.